ربنا معاهم في الماتش الجاي، وطبعا احب اقول لهم ان هو اعظم نادي في الكون طبعا، وبحبهم جدا يعني. بقول لهم بالتوفيق ان شاء الله لفريق الاهلي، وتقدم ان شاء الله باذن الله. وانا بحب الاهلي قوي قوي قوي. ان شاء الله احنا فريق قوي وكبير، وان شاء الله نكسب باذن الله في ماتش العوده، ونحقق الطموح وان احنا ناخد العشرة. والله انا بشكر اللعيبه جدا، كلهم كانوا رجاله، وبشكر موسيماني قدر يدير الماتش كويس. والله تاخدوا بالكم عشان احنا ربنا كرمنا الماتش هنا. اي نعم فرصتين راحوا جنين، الحمد لله نعمه من الله علينا ان احنا طلعنا 2-0، بس ماتش هناك هيبقى صعب جدا جدا جدا. انا بشكر اللعيبه طبعا عشان الاجهاد اللي هم فيه بقالهم فتره وضغط المباريات، واتمنى لهم الفوز في الماتش اللي جاي. اللعيبه رجاله بس عايزه تضغط على نفسها شويه الفتره الاخيره، ومش يعني بعض اللاعبين كويسين، صلاح محسن عند الفرصه انه يكون احسن. اتمنى يكون في روح يعني للفانله الحمراء بجد، وهم عملوا اللي عليهم برغم الاصابات والكلام دوت، بس الحمد لله الحمد لله على كل خير. اقولكش تحيكم يا رجاله، انتوا رجاله طول عمركم، طول عمر الاهلي ورجالته ورجاله وزي الفل، وربنا معاكم ان شاء الله، وربنا يكرمنا ونكسب هناك ان شاء الله مش هنتعادل، هنكسب باذن الله. احب اقول للاهلي ركزوا، انتوا اقوى فريق وان شاء الله تاخدوا العشره، وانا بحب الاهلي جدا جدا يعني.